يمكن الفريق النهاردة أنهى التدريب الأساسي والرئيسي صباح اليوم، والفريق تحرك إلى برج العرب في الأسكندرية استعدادا للدخول في معسكر قبل مواجهة المصري غدا إن شاء الله. مارسيل كولر النهاردة عمل محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران، اتكلم فيها عن النقاط الفنية وشرح بعض النقاط الفنية استعدادا لمباراة المصري. وقدامنا على الشاشة يمكن محمد عبد المنعم طبعا لسه بيواصل التدريبات التأهلية. محمد كان عنده إجهاد عضلي، مفيش إصابة الحمد لله، ولكن في إجهاد عضلي بالنسبة لمحمد عبد المنعم، والجهاز الطبي بيتعامل بشكل تحفظي شوية في مسألة جاهزية محمد عبد المنعم، وفي تنسيق تام وكامل مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر. الكل عارف ان الفترة الجاية فيها ضغط ماتشات رهيب جدا، فانت لو استغنيت عن محمد عبد المنعم، استغنيت مثلا عن حمدي فتحي مباراة او اتنين، انا بعمل ده عشان اكسبه الفترة اللي جاية، مش فكرة اللي انا اللعيب حتى لو في جهاد بسيط ادخله في الماتشات عشان اقدر اجمع اكبر قدر من النقاط. طب ما هو على المدى البعيد انا ممكن اخسر لعيبة مهمة جدا في الفترة الجاية وانا داخل على زحمة ماتشات كبيرة في يناير وفبراير، ولسه كمان ماتشات دوري ابطال افريقيا لما تخش خلال الفترة اللي جاية. طيب النهاردة كمان المدير الفني يمكن عقد اجتماع مع اللاعبين على هامش المران واتكلم فيها على مباراة المصري، وكمان مارسيل كولر يمكن في اجتماعه مع اعضاء الجهاز الفني وفي حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره ناقشوا بعض الامور الفنيه والاداريه بالنسبه للمرحله اللي جايه. اكيد انت عندك القائمه الافريقيه لازم تستكمل العدد قبل 31 يناير، وفي نفس الوقت انت بتحضر للقائمه النهائيه وارسلت القائمه المبدئيه يوم 9 يناير وبتشتغل على اختصار القائمه قبل 30 يناير، لكن في كل الامور الاداريه دي انت اكيد عندك اجتماعات وبتحضر لمباريات الدوري في ظل المنافسه القويه. احنا دلوقتي في الصداره ب 30 نقطه، يلي الاهلي على طول فريق فيوتشر يمكن داخل بشكل قوي في المنافسه، وخلال الايام القادمه هتبقى المنافسه قويه جدا ما بين الاهلي وفيوتشر على صداره الدوري. الجهاز الفني واللاعبين زي ما استعرضت معاكم كان في ترحيب بمروان عطيه، وكان في تدريبات بدنيه وفنيه متنوعه تحت اشراف كولر، وفي الختام كان في تقسيمه مصغره بين اللاعبين زي ما انتم شايفينها على الشاشه. يمكن دي التقسيمه المصغره، ويمكن معروف دايما ان ليله المباراه ما بيكونش فيه تقسيمه قويه او حمل بدني عالي في ظل ان انت عندك مباراه على طول بعد 24 ساعه. قدامنا كهربا، قدامنا كريستو، قدامنا السوليه، احمد عبد القادر، حمدي فتحي بالمناسبه انا شايفه اهو في التدريبات الجماعيه، محمد الشناوي، حمزه علاء، علي لطفي، مصطفى مخلوف. عايز أأكد لكم يمكن تم التنسيق مع منتخب الشباب بقيادة الكابتن محمود جابر بشأن مصطفى مخلوف. يمكن مصطفى مخلوف حارس مرمى منتخب مصر للشباب وعنده استعداد لكأس أمم إفريقيا اللي هتنظمها مصر إن شاء الله في منتصف فبراير لأوائل مارس، فالأهلي قد يستعين بمصطفى مخلوف كحارس ثالث في كأس العالم للأندية مع الشناوي وعلي لطفي، نتيجة طبعا كلنا عارفين إصابة مصطفى شوبير اللي هتمنعه بالتأكيد عن التدريبات والمباريات حتى نهاية الشهر وأوائل شهر فبراير المقبل. فبالتالي كل الأمور بيتم التنسيق ليها بشكل كويس جدا. قدامكم على الشاشة يمكن ده جانب من تدريبات حراس المرمى مع ميشيل يانكون، قدامنا هو حمزة علاء واقف في المرمى، تحركات اهو مصطفى مخلوف كمان بيتمرن هو وحمزه علاء في المرمى، ويمكن بيساعد في التدريب علي لطفي مع ميشيل يانكون. وكان على الجانب الاخر محمد الشناوي الحارس الاساسي واقف في التقسيمه. طبعا مصطفى مخلوف من الحراس الواعدين، وكلنا عارفين كمان حمزه علاء طبعا من الحراس الواعدين، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي عنده اكتر من حارس مستقبل ليه حراسه مرمى النادي الاهلي خلال الفتره الجايه، شوبير، حمزه علاء، كمان مصطفى مخلوف. وكل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في مباراه المصري غدا، ومهم جدا للانتصار والثلاث نقاط لتوسيع فارق النقاط عن اقرب المنافسين فيوتشر اللي موجود في المركز الثاني وعنده النهارده مباراه مهمه جدا مع بيراميدز. بيراميدز هيخش في المنافسه يا اما يفوز فيوتشر، وبيراميدز يبتعد تماما عن المراكز الاربعه الاولى.